هذا البرنامج برعاية جوكر powered by smartness. جبن مريح علي شلي وردة سرنا المحبة. سمارت شيف سنين معاملين عليه. رتن البدر وهل يخفى القمر؟ انتو ما اخترتو؟ سي كامبلي برودوي دو لاني 2023. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من الويكاند. في حلقتنا اليوم باش نحكيو على حساسية العينين، وهذا طلب جمهوري. برشا ناس قالونا في هالجمعتين هذوما، في ثلاثة جماعة هذوما صارت لهم برشا مشاكل في عينهم، هذاك علاش اليوم باش نحكيو حساسية العينين، نعرفوا شنو الأسباب، الأعراض وخاصة العلاج. كما زاد باش نحكيو على لي توندونس الجدد نتاع الربيع والصيف الصبابط، باش نحكيو زاد على تقوية المناعة، باش نحكيو على غذاء النحلة ولشنو ينفع بعد شوية، باش نحكيو على الروز، نحكيو على الجيب، نحكيو على برشا حاجات غير بركة. ما تبدلوش القناة وما بعضنا نقولوا مرحبا الشيف سامي. مرحبا فاطمة، مرحبا بكافة مشاهدينا في حلقة جديدة من الويكاند. برشا دليل اليوم باش نعملوا ديزاستيوس هكا، دراسات سهلين سورتو في رمضان، نعرف ما نحبوش نقعدوا برشا في الكوجينة، دونك باش نطيبوا إن شاء الله مع بعضنا مقرونة بالدجاج من عند مليحة، معها باش نعملوا جنرية فاسون بيتزا، فيها صوص بيتزا وطن وجبن زادة كيف كيف مشخشخة، معها سلايطة الباز نتاعها زادة اسف النارية، والموس وشوكولا دونك للديسير للسهرية بالطبيعة. يعطيك الصحة شيف، الانطلاقة باش تكون بالضيف الجديد اللي منورنا في بلاتو الويكاند كيف كيف في بلاتو الام 9 اللي هو كوكو ديكور، اللي نلقاوه في حي الرياضة سوسة. إذا كانت تحب تدلل كوجينتك، إذا كانت تحب تزهز، تحب حاجات مزيانة وحاجات سوق سومة بلاتو مرفق، ما عليك كان تتصل على باج الفيسبوك والانستغرام كوكو ديكو اللي توصل السلعة نتاعك والبرودوي اللي طلبتهم في 48 ساعة على كامل تراب الجمهورية. سبوت كوكو ديكو ونرجع. هذه كانت سبوت الخاصة بكوكو ديكو، إذا كانت تحبوا تزهزوا، إذا كانت تحبوا تدلوا كوجيناتكم. خليني تويكا رحب بضيفاتي المنورات بلاتو الويكاند. نبداو نرحبوا بالدكتورة جيهان برورة اللي هي أخصائية في جراحة وطب العيون. مرحبا يا دكتورة. مرحبا، على السلامة، رمضانكم مبروك إن شاء الله. اليوم جينا باش نحكيوا على الحساسية نتاع العينين اللي هي تكثر برشا في دخول الربيع وفي الطقس السخون ولا أول الصيف، واللي برشا ناس تويكا متقلقين منها كبار وصغار. باش نشوفوا اكثر معلومات بعد شويه مع دكتوره برور. رحبوا زاده بمدام حليمه عويلي، هي صاحبه منحله البركه. مرحبا مدام. يعيشك فاطمه، مرحبا بيك، شهر رمضانكم مبروك. جينا اليوم باش نعرضوا المنتوج منحله البركه الكل، باش الناس الكل تعرف كي تاخذوا منتوج، تعرف اللي هو متوفر عندنا وموجود. ما شاء الله، وعندنا برشا حاجات باش نحكيو زاده على البرودوي اللي عندكم برشا ما شاء الله. متنوع، باش تعطينا زاده من العلم نتاعك بيان سور والخدمه نتاعك بيان سور، المعلومات اللي تهم الناس الكل. رحبوا كيف كيف برحاب حميده اللي هي ممثله عن شركه الجي. مرحبا رحاب. السلامه فاطمه، مرحبا. تعيشك. اليوم جيت باش نحكي على برودوي جديد اخر من الجي اللي هو الماشين لافي، وشنو هما المميزات نتاعها. اللي هي تهم برشا ناس باش نعرفوا في الدار موجوده. نرحبوا زاد مدام فاطمه جبنياني اللي هي كيف كيف صاحبه الحياه شوز. مرحبا بك مدام. يعيشك يعيشك فاطمه، نشكرك على الاستضافه. جيناكم اليوم باش نذكركم بالادريس
نتاعنا وين الباج نتاعنا نتاع الفيسبوك والانستغرام، وان شاء الله باش نوريكم شويه كوليكسيون من النوفيل نتاع العيد ان شاء الله. العيد والصيف. والصيف. على خاطر عندنا برشا حاجات، وزاد حتى صباب الصغار موجودين بعد شويه، والكبيرات زاد عنده برشا حاجات كيما اللي لبسته مدام فاطمه ياسر مزيان في ساقيها بكري وانا مجهوره مدام. خلينا نمشي واحده الشيف سامي. مشكوره فاطمه، مرحبا بالطبيعه بضيوفنا في البارتي الاولى. باش نبدا بالريسيت الاولانيه نتاعنا اللي هي المقرونه بالدجاج من عند مليحه. اخترت اليوم الفخاضات كاملين دونك من غير ما نغسلهم بالطبيعه، برودوي سيرتيفي وتراسابيليتي ومطابق للمواصفات. دونك باش نخليه مع شويه بصل وباش نطوخو هو من الاول، شويه ملح وفلفل اكحل، شويه تابل وشويه كركم. باش نزيد عليه التومات بولي من عند سيكام، وبالطبيعة دوبل كونسونتري زادة تاع سيكام، ومغرفة هريسة زادة. هما الكل باش نقليهم مع بعضهم من غير ما نزيد الماء، خاطر كيما تشوفوا الماء تاع التومات بولي. دونك مانيش باش نزيد برشا ماء من الاول، خليهم جوست يتقليو شويه، باش نزيدهم من البويوار كيوي شويه بركة مسخو. باش نخليهم في عقلهم يغليو، ومن بعد باش نزيد جوست البطاطا ونقريو جرينات فلفل، وباش نصبطو مع بعضنا زادا المقرونه ورده اللي اخترتها اليوم بالقمح البيولوجي. نرجع لك فاطمه. يعطيك الصحه شيف. نحكيو تويكا حساسيه، نحكيو على حساسيه العينين اللي برشا ناس متقلقين هكا. ولا دكتوره نحب نسال، هل هي الفتره تويكا نتاع الحساسيه بيسكو نحكيو ربيع، والا الحساسيه نتاع العين هي تتواصل معنا عام كامل وما نفيقوش بها؟ اي، هو الحساسيه انواع. فما الحساسيه السيزونيير اللي تجي الاكثر في الربيع ودخول الصيف، وساعات في الخريف راهو زاده انت والجر والنوار اللي ينور في الوقت هذا ولا هذا. وفما اللي تداوم على طول العام اسمها بيغ انويل، على كامل السنه الاعراض نتاعها اخف شويه اما ما يكفوش. دونك فما تخلف الحساسيه هذه واسبابها يختلفوا. فهمتك. بي اذا كان نحكيو احنا اعراض ممكن من الاول باش نعرفوا من بعد شنو الاسباب اللي تخلينا. خبيا الاعراض، هو الفو ديجا دير اللي 20% راهو من العباد عندهم حساسيه، معناها هذايا رقم كبير ياسر. وفي 50% من الحالات يبدا عندهم حساسيه اخرى في البدن، كيما نوع من العطيس، الفده حساسيه في الجلده. فهمت. يكون البدن نقولوا تيران اتوبيك، هو متعرض للحساسيات. الحساسيه في العينين كيفاه تجي؟ العين تبدا تحك، يقول لك تاكل فيا برشا، تدمع برشا، الانسان يولي ما عادش ينجم يتحمل الضوء. ويخلط حتى في الحساسيات المتقدمه اللي شفره تتنفخ. داكوردو. وهو عليه الحموريه هذيا في الابيض نتاع العين نتاعنا، فما الكونجونكتيف اللي هي الملتحمه فيها برشا عروق اللي هما نورمالمون ما نشوفوهمش. كيف العين تجاوب للمسببات نتاع الحساسيه تعمل انفلاماسيون، معناها تعمل التهاب في الملتحمه اللي هي الكونجونكتيفيت. دونك حتى الحساسيه اسمها كونجونكتيفيت اليرجيك في اكثر الحاجات. يجيو المرضى يقولوا عندي كونجونكتيفيت ما انا نعدي. ليه؟ الكونجونكتيفيت هي الالتهاب في الكونجونكتيف، ينجم يكون حساسيه مختلف على الفيروسات ولي بكتيري اللي هما يعديو. دونك الحساسيه ما تعديش اما تعطي نفس الاعراض ولي سامبتوم نتاع الكونجونكتيفيت الاخرين. هذه كيف نحكيو على الحساسيه اللي تجي سيزونيير معناتها في الفصل. كي تبدا في البوسي، كي تبدا في البوسي نتاعها، في الاعراض نتاعها هذاك الدموع والحكان والحريق في العينين والسنسيبيليتي للضوء تكثر شويه. واللي ترافقنا على طول العام فماش عندهاش اعراض.
اللي ترافقنا على طول العام هو نفس الأعراض أما يكونوا أخف. معناها مش كيما وقت البوسي كيف كيف ديما كل الحكين الماكله دايوغ ما لازمناش نحكوا عينينا العين تدمع الشيح على خاطر هي بيدو السيشخيس تجي من الحساسيه والحساسيه الى غراف السيشخيس. معناها كي نعالجوا احنا بعد تنشوفوا لازمنا نعالجوا الحساسيه والشيح مع بعضهم الزوز. فهمتك بي. اذا كان نحكيوا اسباب لهنا نحكيوا اسكو تبديل الطقس ولا تنجم نحكيوا على حاجه وراثيه ولا شنو بالضبط؟ بي. الاسباب الاسباب الاكثر احنا الانسان يعيش في مناخ هكا ولا في المناخ هذاك فما برشا مسببات نتاع حساسيه كيما نشوفوا لنا البولين نتاع الربيع اسونسيلمون جايه من هذايا البولين فما لي زكاريان العث اللي موجود في لي موكيت في الـ في الـ في لي دغا نتاعنا في الدار البوسيير فما اللي عندهم حساسيه يبدا المهنه نتاعهم اكسبوزيسيون لدي برودوي شيميك دونك يبداو على طول العام عندهم هذيك الحساسيه هذوما الحساسيات اللي في المناخ فما الحساسيات اللي بالكونتاكت كيما المكياج ولي برودوي دي ماكيون فما اللي عندهم هايبر سنسيبيليتي عليهم وحساسيه العدسات اللاصقه اللي بطول المده ينجموا ياثروا على العين ويعملوا الحساسيه مش معناها ممنوعين مش معناها كل العدسات تنشوفوا هذاك وحتى القطار الدويات نتاع العينين ساعات يكون فيهم دي كونسيرفاتور اللي بطول المده ينجموا يعملوا حساسيه في العينين دونك وقتها فما تبديل نتاع الدويات ولا نوع من الدويات اللي ننصحوا بهم. باهي توا هذا كي نحكيو احنا اسباب باش نحكي هنا علاج دكتوره لكن قبل ما نحب نحكي علاج نحب نحكي على كيلكو بوانتي ممكن تفسرهم لي. هل العبد اللي عنده حساسيه في العين تعرف العين ساعات حتى كي تقطر دواء في العين يقول لك شهبط لك في الحلق وفي الخشم، هل حساسيه العين تكون هي السبب مثلا ولا من الاسباب اللي عندي حساسيه في خشمي ولا لا؟ لا هو نفس الميكانيزم نتاع الحساسيه ليبر سونسيبيليتي اللي يجيو خلايا دي سيلول من البدن كونتر هذاك المسبب الانتيجين اللي يخليوه في العين وفي الخشم. ماهيش القطره تهبط في الخشم على خاطر عندنا كانال يمشي من العين للخشم دونك الدموع يهبطوا من الخشم. ما فماش رابط بيناتهم. اما هي الحساسيه رياكسيون من المناعه ايمونيتير في البدن الكل دونك كيما تنجم تكون في العين تنجم تكون في الميكوز نتاع الخشم. باهي والصغيرات ينجم يكونوا معناتها اللي هما بيبيات عندهم الحساسيه العين ولا؟ شوف الصغار متعرضين برشا توا للحساسيه خاصه في البيريود خاطرهم يلعبوا لبرا. فوالا. وعلى خاطرهم يحكوا عينيهم برشا دونك يديهم يبداو فيهم كل غبره وكل زاليرجين الكل دونك من بعد كي باش نخلطوا التريتمون باش ننصحوا بخسلين ليزين برشا باش نقصوا الماكسيموم ليكسبوزيسيون لهذوما ليزاليرجين. والصغار تبدا لهم الحساسيه في الصغر وعندهم مش الكل فما نوع يجي في الصغر اسمها الكونجونكتيفيت فيرنال اللي تنجم تكون التابلو نتاعها اونكور اصعب من العادي ودايوغ نعملوا فيه سيستيماتيكمون للصغار كي نبعدوا على البوسي اكل لي بيلون اليرغولوجيك هذوك معناها نتعاونوا مع ليزاليرغولوج احنا ما نشوفوهمش وحدنا ونحاولوا نلقاو الحاجات اللي متسبب لهم للحساسيه هذه. بيان سور ما نعملوهاش وقت البوسي وقت ديجا المريض متقلق ما كي يبدا في بيريود ماهوش متقلق ياسر نحاولوا نعرفوا على شنو هو اليرجيك باش نبعدوا الحاجه اللي عليها اليرجيك. باهي زاد مانيش نحكي توا علاج فما برشا حاجات نحبك تفسرهم لنا وتصححهم لنا دكتوره. مثلا يقول لك العبد اللي عنده حساسيه في عينه من كثره ما يحك العين باش يفسد ولا يبدل الفورما نتاع العين نتاعو دونك يدخل في حاجات اخرين من بعد وامراض اخرى في العين. هذا سؤال مهم ياسر فاطمه على خاطر الحكان نتاع العينين ماهوش حاجه باهيه. الكبار نجموا ننصحوهم نقولوا لهم ما تحكوش عينيكم اما الصغار كيفاش باش نحكموا فيهم وهما يحسوا هذيك الديمونجيزون تاكلهم من داخل.
الحكين ورا في برشا ديزيتود اللي هو من الفاكتور برانسيبال في انحراف القرنية. بالضبط. معناها على قد ما تحك عينيك على قد ما عندك ريسك باش تعمل الانحراف متاع القرنية. دونك لازمنا نفسروا اللي هذيك الماكلة ما لازمش خليوها تغلبنا ونقعد نحكوا. وفما ديزاستوس فما ديزاستوس هما لي كومبريس اوميد اللي يبداو مبلولين بالماء البارد على خاطر الماء البارد يطيح شويه يخفف شويه ماك الماكله نتاع العينين. ولا الفيزيول انا نقول لهم الصغيرات كي يقول لك عينيك تاكلني اعملوا شويه فيزيول بارد سا سولاج ان بو ونخليوه ما يحكش. فوالا خاطر يلزمنا نعرف زاد انحراف القرنيه راهو تولي عمليات وتولي مشكله في النظر وبرشا مشاكل صحيح. كبيره ان شاء الله نحكيو فيها مره. زاد دكتوره كيف نحكيو على لونتي فما ناس عايشين فما ممثلين وفما اعلاميين ماشي في بينا عينيهم زرق وخضر وهما لا عادين معناها اما يلبسوا لونتي ابي دونك هذوما ما يمرضوش بالحساسيه سامحوني معناها مانيش نتفايل لهم كوا. اي هو اللونتي مش ديما مي في بعض الحالات وخاصه كيف اللبسان نتاع اللونتي تسمى بور برولونجي يتلبس بصفه متكاثفه وبطول المده تصير فما نوع من الحساسيه على اللونتي. شنو احنا نجمو ننصحوا المرضى هذوما اللونتي ماك تعرف انت انواع صحيح ملي يكون يلبس هذيك اللونتي التريمستريال نتاع ثلاثه شهور واللي كل نهار ينظفها ويبدل البرودوي نتاعها دونك ديجا يستعمل البرودوي اللي هو بيدو سيغتان برودوي يكثر في الحساسيه نوليو ننصحوهم بالبور جورنالي نبداو من الاول ينبدلوا نوع اللونتي يا المده نتاع اللبسين نتاعها كي تلبس انت هذيك اليوميه جورناليير بعد تطيشها دونك ديجا تنحي ليفي نتاع لي برودوي الكل. فهمت داكور من غير ما نقعد ننظف ونعاود لا من غير ما تنظف ومن غير ما هي تشد هي اللونتي تشد دي ديبو كلها لازم كل ليل تنظفها بالبرودوي. لو كان واحد مش في مقدوره باش يعمل اللونتي جورناليير نجمو نخليو المونسويل نتاع شهر وانجي على لي برودوي حتى لي برودوي نتاع التنظيف فيهم لي زونتي اوكسيدون وفيهم اللي ايبو اليرجينيك اللي ما يعملوش حساسيه في العينين. وكل ليله لازم بالقدي بالقدي ننظفوا ونعملوا المساج نتاع اللونتي باش نحيو لي ديبو هذوكم اللي هما ريسبونسابل من الحساسيه وننظفوا العينين بالقدي بالقدي بالفيزيول. به هذه نفس الحكايه تطابق على العباد اللي لبسوا في اللونتي نتاع النظر نتاع النظر اكزاكتومون. به المكياج عبد يماكيش كل يوم ولا خدمته تقتضي لي هو يماكيج كل يوم الحساسيه نتاعو ممكن مش هكا تنجم تكون عينين حمر وكل شيء ساعات تمشي للطبيب كونترول يحل عيني يقول لك والله فما اصفر دونك هذه راهو حساسيه. باهي المكياج المكياج الحق وقت البوسي ماذا بينا نوقفوا عليه ما نعملوش وقت البوسي لازمنا نعملوا التريتمون والمكياج واي برودوي كوزميتيك ينجم يزيد يقلق. اما ديكو العين تتفرهد شويه فما انواع من المكياج اي اللي يتباعوا في لي بارافارماسي ما نجمش نقول عليه هو ديما الماركه برك في بالي فما ماركه معروفه اللي هما ايبو اليرجينيك ديجا الحساس صحيح ونوع المكياج اللي تعملوا تو هما المرضى شنو يزيدوا يقول لك عينيا حمر نزيد لك حل الكحول اللي داوي ليه فما القطوره اللي يعملوهم دكتورك اللي تصفي العين بالوقت تصفي العين بالوقت شوف اللي تصفي بعين بالوقت اون جينيرال اللي يداوي فيسا هما لي كورتيكويد الوغ لي كورتيكويد باش لازمنا نوعيو الناس باش ما ياخذوهمش ويستعملوهم وحدهم. الكورتيكويد راهو دواء عنده برشا مضرات على العين اول حاجه لو كان لا قدر الله المريض كان عنده ايربيس في عينه ينجم يحير له الايربيس يعمل له كيغاتيت معناها مرض في القرنيه بالوقت كان كل مره يقعد يصفي 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 في لون العين يعمل له الميل ابيض كتلاكس يطلع التونسيون في العين واحنا شنو وهو فينالمون اسكو يعالج الاليرجي يعالج وقتي وبرا صحيت كيما في القريب شويه كورتيكويد نتنعوش العين
الانفلاماسيون تتنحى تظهر اللي هو برا هو يوقفه وهو ترجع نفس العلامات. علاش؟ خاطر ما داويناش الحساسيه بالليزونتي اليرجيك. دونك نصبروا شويه على الحموريه ونداويو ونبداو بالباس خير من اللي نعطيو الكورتيكويد. فيهم علم كيفاش تعطاو، نعطيوهم كان دي كور كورت وكان دون سيغتان فورم معناها اللي هما سيفير شويه نعطيهم، مش ما نعطيهمش، مي لازم ديما من عند طبيب عيني. بيه نحكيو لهنا علاج دكتوره الحساسيه كيف تجينا، نمشيو للطبيب ونبداو في نقول انا رحله العلاج في الحساسيه خاطرها ساعات تطول معنا. دونك شنو هو لهنا كل حد والخاصيه نتاع عيني ولا حساسيته ولا فما دواء عادي تعطى الناس الكل؟ احنا باش نحكيو على لو بلو فريكون ديما خاطر بيان سور فما انواع، اما الاكثر هي الحساسيه سيزونيير. دونك لازم نعرفوا اللي فما علاج طبي وفما الوقايه. والوقايه في الحساسيه عندها فولي كبير ياسر، هي شنو كما قلت بكري نمتنعوا على الاسباب نتاع الحساسيه. معناها انت عندك حساسيه على كاريان مش لازم في دارك الموكيت، عندك حساسيه على البولين مش لازم في الربيع تحل تهوي ويبدا الكورونديف وكل شيء. كما قلت نغسلوا برشا ايدينا، نبدلوا دبشنا كي ندخلوا من برا، التدويش، غسلين العينين بالفيزيول، هذيك وقايه مهمه جدا. قبل النوم ولا كي نقوم؟ حتى زوز ثلاثة مرات في النهار. علاش؟ هي هذوكم لي زاليرجين ما هما يقعدوا في العين وتعمل العين رياكسيون عليهم، على قد ما تغسل على قد ما تنقصهم. الو. والرياكسيون انفلاماتوار زادا، سي دي سيلول كي ليبير دي سيتوكين، كيف كيف؟ بالغسلان نجموا نقصوا الشارج علي، دونك نقصوا لي سامبتوم. هو المريض اون جينيرال يمشي طول يقطر الدواء وكهو. صحيح. اما كي تبعد على السورس نتاع الاليرجي وتنظف ديجا عملت 50% من الدواء داكوردو. فما الحمايه من الشمس خاصه عند الصغار، الشمس ايت ان فاكتور ديكلونشون في السيزون هذه. كي تلبس انت مرايات شمس تنقص زادة الهواء شنو يجيب من ليزاليرجين، وتنقص الشمس اللي هي تحير الاليرجي. فهمت. دونك البروتيكسيون سولير زادة مهمة ياسر. هذايا الوقاية مازالوا حاجات أخرى. ومن بعد نمشيو للعلاج. العلاج في البوسي سامبل نتاع الحساسية السيزونيير هذايا عندنا دي زونتي أليرجيك قطاري قطر. عندنا برانسيبالمون دو كلاس كبار، الانتيستامينيك والانتي دي غرانولون. نعطيو واحد ولا اون اسوسياسيون يبداو اكثر افيكاس. علاش؟ نقصوا كي نعطيوهم الزوز نقصوا من الريسك باش تعاود تجينا دو روشوت داكوردو. التريتمون حتى كان الحموريه تتحسن من بعد ثلاثه اربع ايام راهو لازم يكمل صحيح خاطر نتحسنوا تخي رابيدمون بالانتيستامينيك. اما لازم نكملوا مده شهر كامل كان عطانا طبيب شهر. داكوردو. الحساسيه اللي على طول العام ولا اللي معاها حساسيه اخرى في البدن ولا اللي قلت لي فورم هذوما فيرنال سيفير نتاع الصغير، نجموا كي نعملوا البيلون اليرجولوجيك ويطلع الانسان عنده حساسيه نعطيه السيرو اللي يتخذ ولا حرابش عند لي زادولت. داكوردو. اما راهو مش سيستيماتيك معناها الاكثر دواء في العيني. وكما قلت انت في البوسي سيفير نعطيو لي كورتيكويد، اما راهو مده قصيره نتاع خمسة ايام سبعة ايام دوزه قويه باش تبري في ساع العين ونكملوا بدواء الحساسيه اكاهو. يعطيك الصحه دكتوره، ميرسي بوكو على المعلومات هذه كل. ما عرفش شكون فيكم ممكن يعاني شويه من الحساسيه، مدام حليمه لاباس الحمد لله. قلي تو هكا نعمل في العسل قلي الحمد لله ما عندهاش حساسيه. بالله خلينا نحكيو لهنا ونحكيو معاك مدام حليمه. العسل يجوك ناس مثلا عندهم حساسيه في العين ويقول لك نحب ناخذ اعطيني حاجه. اي ها اي شنو مثلا توصف لهم انت؟ والله برشا يجيو خاصة ما يحبوش أصلا ياخذوا البولي على خاطر يقولوا احنا عندنا حساسية ما نجموش نتناولوا البولي خاطر يحيرنا الحساسية. وهو لا بالعكس، وخاصة العسل هو يداوي الحساسية. كي ياكلوا العسل بالعكس الحساسية دواء للحساسية، خاصة العسل الجبلي
للناس اللي عندها ضيق النفس هو وعسل الصدر. باهي برشا يعني كي يتناولوا كل يوم مغرفه على الصباح مع يزيدوها شويه بولين، مع نزيدوها شويه جولي رويال، مع البروبوليس، هذه تولي خلطه ينجموا ياخذوا منها كل يوم مغرفه. باهي برشا. فهمتك. وفما زاد لي كل ليله مثلا ياخذ معاه شويه ماء سخون. اي هذاك ديما الصباح يعني اول ما يقوم ياخذ مغرفه في كاس ماء دافي ويشربوا على الاخوة، خاطر فيسع العسل بالماء يتسرب فيسع في العروق. سبحان بعكس الله. بعكس اللي باش تتناول العسل ديريكت يقحب مده باش يتسرب في العروق. نهايه نحكيو على البرودوي نتاع من حاله البركه ساعه مدام. اليوم فاطمه جبنا للناس العسل الجبلي. أي. اللي هو برشا ناس ما تقول لها عسل جبلي يقول لك شنو هو العسل الجبلي. بالضبط. اليوم جينا باش نوضحوا شنو هو العسل الجبلي. هو العسل الجبلي يميل للسواد، يعني كل ما تلقى عسل اسود راهو هو يا جبلي يا سدر. هي العسل هذا يتربى في الجبال، في الوديان، في البلايص اللي فيها الانواع الازهار مختلفه كيما نور الخروب، كي نور الحلبه، نور ياكل كل نحله ترعى كل الزهور الكل الموجوده في الجبل هذاك. فهمتك. ومن بعد ترجع للخليه نتاعها تخرج لنا العسل الجبلي هذاك. ماهوش العسل الاسود اللي يحكيوه في مصر، خاطر هذاك في بالي ماهو صحي. كل البلاد وكيف احنا هذايا تونسي. فعلا. نحكيو على عسلنا الجبلي نتاع جبالنا نتاع عين درام نتاع جبل برقو، هذوما البلايص اللي احنا نحطوا فيهم اللي بلادنا في تونس. النحلة تسرح وحدها وترجع لبيتها باش نعمل ترجع هي احنا اللي جبناه اليوم ما ترجعش لبيتها. هذايا نقولوا احنا عسل سوفاج، هذايا العسل الجيلي اللي تلقاه مثلا في قمة الشجرة. الجبل هكا في شجرة مقصوصة يعني قديمة تبني النحلة وحدها. سبحان الله. تجي تلقاها عاملة خلية كاملة بنيتها وحد، لا مداوي لا هكاك، يعني تبدا انت تلوج عليه، تجتهد باش تلوج عليه باش تلقاه. فهمت. مش انت ما يختلف على اللي في الصنادق، الحاجه الوحيده اللي كونه في الصنادق نداوي ونطلوا يعني نشوفوه. فهمتني. هات نحكيو على برودوي الاخرين، نحكيو هنا على ماكله زاد الملكه نتاع النحل. اي غذاء الملكه. كان مش معروف برشا هو، مي انا باش نعرف به غذاء الملكه نستعملوه هو خاصه لصغيراتنا اللي عندهم في وقت الامتحانات تنشيط الذاكره يقوي المناعه. به زاد للناس الكبار اللي يبداو عندهم الزهايمر زاد ينشط الذاكره برشا. نجمو نخلطوه بالعسل الجبلي او عسل السدر ونتناولوا منه كل يوم مغيرفه. باهي برشا. بالنسبه زاد للجبنه يا فاطمه العسل اللي يجبد برشا اللي حكينا عليه مره اخرى نوريو العسل الجامد راهو ماكل السكر. حبيت اليوم نوضح اللي جبت عسل الكيلاتوس وهو غير جامد، وجبنا الكيلاتوس وهو ولا عسل جامد ابيض يميل الى البياض. علاش؟ هو العسل بطبيعته يكون حر يجمد، مش على خاطر النحله ماكله السكر، لا، على خاطره هذاك بيولوجي 100%. يتبلور يولي اللون هذا، ياخذ اللون هذاك على نسبه الحراره، كي تعود الدنيا بارده برشا لازم العسل باش يجمد. يتجمد. فهمتك. اذا كان ما يفقدش القيمه الغذائيه. بالعكس هو يقوى هكيك يعني يولي قوي. وفما ناس تلتجا يقول لك احنا شنو نعملوا له؟ نحبوا يرجع كي نقول لها مانا راهو حطه في ماء سخون راهو باش يرجع عسلته، ما باش يفقد برشا عناصر نتاعو. به واللي بحذاه شنو؟ حبوب اللقاح. ايه حبوب اللقاح كما كانت تحكي الدكتوره. النحله كي تمشي ترعى تجيبه من الورده، هو في الورود في الورد بانواعه. تهزها في اليد في الساق نتاعها وتدخل حكمة ربي الكعبة هذيك ما تدخلش، تقعد لبرا. فهمت. اي في البيت نلقاوها وحدها وتدخل النحلة للبيت نتاعها لداخل. شو تعمل به هي؟ تهزه في ال لا انت شنو تعمل به؟ هذايا احنا من بعد كش نخرجوا ونشيحوا ونبيعوه للناس كل خاطر هو يقوي المناعة. ديجا كي تبدا تاكل فيه كأنه عسل، هو ديجا حلو. حلو. فيه نوعية الحلاوة يقوي المناعة. في شنو؟ للناس زادة الكبار للصغارنا للناس اللي فاقدة شاية. اي نخليوه في العسل ديما ما نخرجوش من العسل ديما. راهو خلطتنا تكون متكونه عسل غذاء مليكه حبوب لقاح والعكبر.
العكبر، العكبر أي. اللي هو عندنا منه هنا طويل. أي عندنا موجود اللي لونه هذاك رمادي. أي هذاك، هذاك العكبر نستعملوه هو يوقف الخلايا السرطانية ويقوي ويقوي المناعة. هي النحلة تجي تسكر به البيت نتاعها، بعد ما تكمل البيت تمشي تجيبه مسجر وتسكر به البيت نتاعها. احنا كي نحيوه يعني كل علقة كي هذا يتنحى، ومن بعد العباد يعني ينجموا يخلطوه في خلطه، ينجموا يتناولوه حتى وحده، يتمضغ كيما اللوبين بالضبط. هذايا يداوي يقوي المناعة. أي يقوي المناعة ما شاء الله. نعاودوا نحكيو زاد على البسيسة عندكم هكا ولا؟ البسيسة والبسيسة عجبت التوانسة الكل، يكتبوا لنا في لي كومنتير. البسيسة قلت لهم البسيسة الزمنية بالزيت زيتونة بالعسل، الحمد لله حطينا فيها زاد القمح والحمص الشعير، حطينا فيها أنواع الفاكهة الكل ووصلت كيما حبت الناس الكل والحمد لله. وزادوا العسل بالفاكهة كالعادة باش يقعد البرومو نتاعنا مازال متواصل. أي. والاختيار باش يكون للحريف، كيما ينجم ياخذ 4 كيلو عسل والصابونه، كيما ياخذ 4 كيلو عسل لكن يجي معاهم رطل بسيسه ورطل عسل بالفاكهه، وبيا ياخذ 3 كيلو عسل ويجيه كيلو الفاكهه. وفتومه فما حاجه باش نقول لك عليها. أي. ان شاء الله اخر اسبوع في التصوير لهنا باش يكون عندنا جائزه حرفائنا الكل اللي باش يكلمونا باش يكون فما واحد فيهم فايز باللوفر هذايا باش يوصلوا متنوع. فيه البسيسة، فيه عسل بالفاكهة، فيه زاد الصابونة، وفيه 3 كيلو نوع العسل. صح، هذا كيفاش كيفاش يتصل بكم باش ياخذ الحريف اللي باش يتصل بينا؟ احنا بتبيعتنا ناخذوا رقم التليفون نتاعو والاسم والعنوان على كاملته رب الجمهوريه. وبعد تعاودوا تعملوا اللي شرا ديجا يعاود يربح ينجم يربح. جست نعملوا القرعه نتاع في الاختيار الحريف اللي باش يفوز باللوفر هذايا مجانا. يوصلوا حتى الباب داره مجانا ان شاء الله. نحب نحكي صابون مدام. الصابون هذاك شنو هو كيفاش تصنعوه؟ الصابون هذاك طبيعي زاد مستخرجينه من العسل، من خادمينه مشهد نتاع العسل من العسل المتكونات نتاعو، وما شاء الله زاد بيولوجي 100%. اي شنو مثلا اسكو ينجم يداوي الحب؟ ينظف البشره، اي ينحي اللي ينظف البشره، يصفي الوجه ما شاء الله. فهمت. وزيد نرجع نحكي على العسل الجبلي، راهو عنده برشا فوائد يا فاطومه، خاصه الناس اللي تحب تعمل الريجيم، اللي تحب تتلهى بالجمال نتاع شعرها نتاع وجهها، نجمو نستعملوه دي ماسك في الشعر وفي الوجه. نخلطوه بشنو مثلا؟ نخلطوه بفص العظم الاصفر، يتخلط يعمل تعمل ماسك، يتحط على الوجه مده نصف ساعه، ومن بعد يتغسل الوجه بالماء الدافي ولا وبيان في الشعر. الناس اللي تحس في شعوراتها تيح راهو زادة ما شاء الله مجربينه ما شاء الله. وعنده زادة فوائد للناس اللي مناعتها ضعيفة، راهو يقوي المناعة خاطر فيه برشا معاد. ونعم احنا نحكيو عسل ديما الصغار ابارتيغ من عامين. اي العسل ديما صغارنا من عامين. اما نقول انا ماكله غذاء الملكه وغيره نجم نعطيهم اقل ولا لا؟ ديما من العامين. ديما من العامين. ديما من العامين. من العامين. راهو زاد مادام في سيرتيفيكا في الشاشه بحذانا، هذوما كنت تعطينا عليهم فكره سي كوا؟ هذايا التحليل نتاع العسل الجبلي اللي هو المونتاني. نسبه ديما نشوفه في العسل نسبه السكروز، اللي احنا نسبه السكروز نتاعو 1.6 اللي نورمالمون هو يعطيونا حتى للسانك مينيموم الديسمي، احنا عندنا ال 1.6 يعني من اجود الانواع. وبالنسبه للتيم اللي هو جبنا لكم زاد عسل الزعتر زاد التحليل نتاعو، بالنسبه لنسبه السكروز فيه 0.54 يعني من اجود الانواع. فما عباد يتصلوا بي يقولوا لي مدام احلام راهو نحسوا روحنا ناكلوا في العسل زعتر زعتر، على ذاك نقول لهم راهو انا الزعتر راهو التحليل نتاعو سكروز نسبه السكروز فيه 0.54 0.54 يعني راهم ياكلوا متهنين امورنا واضحه. يعطيكم الصحه. احنا ننجو فيه عباره منتوج طبيعي 100%، لا نعلفوا ولا نحطوا له سكر. ونزيد ناكد راهو العسل في الشتاء احنا نحيوا بالصابه نتاعنا العسل اللي باش تستحقوا النحله. فهمتك. وان شاء الله المره الجايه نجيب لكم الفيديو نوريكم كيفاش احنا نعلفوا في النحل نتاعنا. راهو نصبوا له العسل في الماء، تخرج النحله تشرب ترجع تشد بلاصتها. فمش حتى اضافات. نعاود نذكروا بالعناوين نتاعنا. بالنسبه للعنوان نتاعنا في بنزرت شارع حسن النوري بجنب عزه وين حمادي عبيد، وبالنسبه في تونس الفرع في رادس شارع الحبيب بورقيبه.
باهي تليفوناتكم بيان سور موجوده في الرقم الاتصال على الرقم 52 700 345. اكثر رقم هو باش يكونوا يتصلون بخاطر يكلمونا يقولوا فما ارقام الارقام اللي حاطينها الكل، اما اكثر الرقم نركز عليه هو 52 700 345. يعطيك الصحه مدام حليمه عوايل، هي صاحبه مشروع من حاله البركه، وقت وفهمت يا رحاب انه العسل كي يتجمد راه مش محشوش. رحاب اول حصه قالت لي راني شريته في بالي باش نطيش وفي بالي غشوني، دونك هكا توا روحت اللي هو ما تشوفش تحفظ عليها ما غشوش الحمد لله. خلينا نمشيو بحذا الشيف سامي. مشكوره فاتوما، نوصلوا توا للسلايطه نتاعنا كيما تشوفوا لهنا، الباز نتاعها نصف الناريه، سمتنا شويه مش برشا باش تقعد الكروكونت، باش نزيدوا عليها الزيت نتاع طن البدر بالطبيعه الطن. باش نبداو بالزيت، دونك مانيش باش نحط زيت زيتونه، باش نحط الطن بالحكه ديريكت، باش نشخشخها زاده بالطن كيما تشوفوا. طن البدر الكل ابراج، دونك هذا يا دليل على الكاليتي نتاع البرودوي، ومفوح بالرند الجبلي. دونك زدت المعدنوس، وزاده باش نزيد شويه هريسه سيكام باش نفوح بها مع هذايا لفحات نتاعي، ملح فلفل اكحل وشويه تابل وشويه ثوم، كلهم هذوما باش نخلطهم مع بعضهم. قبل ما نخلطهم باش نزيد عليهم زاده جبن مرياح اللي اخترته اليوم، فخوماج دو كومباني من عند مرياح، باش نقصو في وسط السلايطة. كيما تشوفوا الماتريال من عند كوكو ديكو اللي موجود في سوسة حي الرياض، ويعملكم ليفريزون في تونس الكل في 48 ساعة، تلقاو عنده معناتها اللي تستحقوه الكل في الكوجينة، تناجر كيما تشوفوا لهنا بالحق مدلينا برشا، ويشهيو باش واحد يطيب ويدخل كل يوم للكوجينة. دونك أنا زدت جبن لهنا تو باش نخلط السلايطة نتاعي، ومن بعد باش ندرسيها وباش نزيد نزينها زادا بجبن وبالطن، وباش نتعداو من بعد مع بعضنا زادا للقناري كيما قلت لكم فاسون بيتزا. دونك اقعدوا معنا وما تبعدوش. يعطيك الصحة شيف سامي. نعاود نذكر تنجموا تلقاو كوكو ديكو، تلقاوها على الباج فيسبوك وانستغرام، هذه العنوان نتاع لي باج نتاعهم، دونك تتصلوا بهم وتشوفوا زادا لي زارتيكل اللي يعجبوكم. خلينا تويكا نشوفوا الفقرة الخاصة بمها الحمامي وفقرة مها ديجيتال ايجنسي، نشوفوا ونرجعوا. عسلامة ومرحبا بكم في الفقرة متاع اليوم. بما أنه احنا توا في شهر رمضان، حبيت نعطيكم شوية نصائح باش نجمو ننجحو الكوميونيكاسيون ديجيتال متاعنا في الشهر الفضيل هذايا. أول نصيحة نجم نقولكم عليها هو أنه نلعبو على سكون أبي لا كوميونيكاسيون ايموسيونيل. كيفاش؟ تو سامبلومون أن نذكرو بالامبورتونس متاع العائلة واللمة متاعها في الشهر هذايا. النصيحة الثانية، وإذا كي أنا شوزي باش نخدمو الكوميونيكاسيون ديجيتال متاعنا في الشهر هذايا على لي ريزو سوسيو، لازمنا نبدلو الكالندري متاعنا ونعرفو وقتاش نهبطو لي بوبليكاسيون. اللي كنا نهبطو في الليل بتاتخ ما عادش نجمو نهبطو في الليل، مي بلوتو لازمنا نحطو في وقت آخر بوندون لا جورني. كيما مثلا إذا كي احنا أون بروبوز دي روسيت ودبرت اليوم وحاجات كيما هكا، راهم لازمهم يهبطو في وسط النهار، ماهوش آخر وقت زايدة باش هكاكا نعطيوه إيدي متاع دبارة للنساء. ومازلنا نحكيو ريزو سوسيو، دونك النصيحه الثالثه هو انه ما ننساوش لي هاشتاغ اللي يعطيونا اكثر فيزيبيليتي على هالمواقع التواصل الاجتماعي هذوما، وندخلو كيف كيف دونك لي هاشتاغ نتاع رمضان كريم، رمضان مبارك اكسيتيرا. هذه كانت فقرة مها الحمامي. خلينا تويكا نحكيو صبابط، نحكيو على العباد اللي تحضر في العيد، تحضر للصيف زادة. راهو عندنا دلال مع الحياة شوز مع مدام فاطمة اجبن يعني. مرحبا بك مدام مرة أخرى. يعيشك، مرحبا فاطمة. يعيشك. رمضانكم مبروك، نعاودو يعيش.
نقول لكم كما العاده كما عودناكم جبنا لكم نوفيل كوليكسيون تو معناتها تعرف فتره داخلين على عيد ورمضان والسهريات تكثر والمناسبات جايتنا ان شاء الله. جبنا شويه كوليكسيون من شويه بلغه شويه بحكم الطقس توا داخل ويسخن والصبات معناتها هيك البوتس والبوتس نحيوها توا فما صبات فما دومي سيزون اذا صبات اللي تبدا من تالي عرين شويه جبناه كيف كيف صغار نلقاو بيان سور المعناتها برشا بعثونا خاطر يقول لك لي تاي الكل موجودين اي مادام هالنوفيل كوليكسيون راهي لي تاي الكل ديسبونيبل موجودين كيف كيف بالنسبه للصغار صغرونات جبنا لكم كوليكسيون تاع صغار للعيد للصيف اي للوليدات والبنات كما قلت لك حتى الوليدات دخلناهم موجودين كيف كيف فتو معنا ارتيكلوات نتاع العباد اللي تو ماشيه العمره تلوج نعاود نقول راني عندي كيما عندي الكلاكيت عندي زده الصبات هذيا اليوم اخترت باش نجيبهولك حاجه براتيك مرتاحه المراه الكبيره اللي تبدا كل نهار تخدم تقول لك خفيف خفيف ومن داخل كما ترى هكايا مقطن وحاجه مرتاحه على الاخر براتيك منقب اي مزيان وبراتيك منقب زاده حتى الساق خليها باش تنفس الساق وراهو حاجه ياسر مرتاحه المراه كي تبدا اجي شويه تقول لك انا نحب للقضيه وكل شيء نتحرك ما تبداش شليكه تهز فيها الساق تبدا تعبه كيف كيف المراه اللي تخدم في اداره ولا تحب ساقها نهار كامل مرتاحه حاجه مرتاحه وبراتيك شوف مش حتى المراه اللي دايره المراه الحبله نقول انا المراه اللي تخدم من عندك الدكتوره يلزمها تمشي وتجي وتيقف برشا وكل شيء بالحق معنا فما مهن اللي يلزمهم حاجه كيما هكا مرتاحه حاجه براتيك وخفيفه ومرتاحه على الاخر كيف كيف فاطمه عندنا البلغه البلغه اللي هي توا كما تعرف موسم القفاطن والعباد تحب في رمضان تدلل روحها عندنا البلغه عندنا شوى مزيان في البلغه حتى تسقيك ياسر مزيانه يعيشك فاطمه يعيشك فيها في البرونز النور راهم اللي تراو فيهم الكل فيهم لي كولور وديما يسالوا يقول لك الاستخاص هذوك اسكو يتنحى ليشي ليشي لا معناتها حاجه كلهم لاصقين في بعضهم يعني ماهيش حاجه اللي حاجه مزيانه وكاليتي كيما نذكر ونقول راهي سلعه تونسيه وكاليتي مزيانه نعرفوا بالمنتوج التونسي التونسي وحاجه راهي حلوه ومزيانه فهمت باهي بالنسبه لل للي ساكر نحب زاد اللي ساك عندي ما شاء الله اي ساك ديما ظالمين وما نحكيش عليه الساك عندي الالوان الكل هذوما ارتيكل هو ارتيكل برك فيه دو كولور راهو فيه الالوان الاخرى فهمت فيه كما ترى في التصاور تاع تعدي وعندي فيه البلوروا الفير الفير روتان سنا ياسر توندونس لورانج بالضبط اي وعندي موديلات اخرى اللي يدخل الباج ان شاء الله يلقى الموديلات الاخرى بالنسبه لنا احنا نذكر بالعنوان الادريس نتاعنا احنا صفاقة ستنيور كيلومتر 6 اللي يحب يجينا اللوكال مرحبا به واللي يحب يختار ويقول لنا كيفاش نجم بعيد ومانيش من صفاقس نقول لها مدام تدخل الباج نتاعنا اللي هي شوز الحياه ما شاء الله شوا موجود خيرات للي تحب للصغرونات ولي لك انت موجود تقضي قضيتك وتوصلك قضيتك لباب الدار والا فما الحياه شوز اللي هو الانستغرام كونت انستغرام كيف كيف تكونتاكتينا واحنا نكلموك ونعديو لك الكوموند نتاعك ومادام ما فما حتى مشكله حتى اللي تجيها معناتها بروبليم في القطعه نتاعها ولا حاجه رانا نعملوا ايشونج ومرحبا بكم للناس الكليكا وكيف كيف بالنسبه فاطمه رانا لي نيميرو عندنا تروان نيميرو على الباج تنجم تتكلم وتتحس ورانا في كل وقت موجودين حتى في الليل نخدموا يعطيكم الصحه ديما نحكيو فما دي برومو انتم عندكم مادام عندكم ديما دليل حتى على نوفيل كوليكسيون ميلا ميلا فاطمه احنا كليوناتنا ندللوهم ونفرحوا بهم عندنا بالنسبه للكوليكسيون تاع صيفهم هابطين دي برومو اللي تحب تاخذ بالنسبه للعرايس مش تزاز ولا حاجه نقول لها ادخل وتفرج واختار الحاجه اللي تحب عليها راهو عندنا برومو نتاع صيف الحق وخاص توا الجماعه اللي مش تزهز كيف كيف السواري ما ننساوش السواري ما شاء الله سناء شوا مزيان برشا في السواري للعرايس والا اللي عندها مناسبه بعد العيد بطبيعه بعد العيد احنا داخلين على موسم افراح ومناسبات تدخل وتشوف الشوا عندنا ياسر حوايج مزيانين في السواري باهي برشا نعود نذكرك كيف كيف فاطمه بالنسبه للكود برومو الويكاند راهو مازال يمشي اللي مش تدخل وتعدي كوموند وتقول انا راني كود الويكاند تفرجت عليكم في الويكاند عندها 20% على الشوا اللي مش تختاروا
اللي تحب. وعندنا حاجة أخرى إن شاء الله الجمعة الجاية باش نعملوا التراج متاعنا. التراج متاعنا إن شاء الله بالنسبة للعباد اللي تعدي من عندنا كوموند أوتوماتيكمون مش يدخلوا معنا في التراج. ديجا احنا توا سي معناتها مفعول قدس ماشي. وكيف كيف العباد اللي تقضي من عندنا في البوتيك راهو نسألهم يحبوش يدخلوا معنا في التراج وعندهم بون داشا قيمته 150 دينار. تقضي من عندنا اللي تحبوا ان شاء الله توكي نعملوا تراج نشوفوا شكون الفائز ان شاء الله. ان شاء الله فاطمه ان شاء الله يعيشك. كو فاطمه بالنسبه كيما نقول لكم ادخلوا اتفرجوا على النوفيل كوليكسيون هذا شويه من اللي عندنا نعرف ما شاء الله نشوفوا لي فيديو خاطر علاش من بكري نقول المخرج شوف حط لنا في لارج البلاتو باش الناس تشوف اكثر تصاور والشوا اللي عنده مش كان الموجود عندنا في البلاتو برك حتى اللي في التصاور ياسر اللي كلهم مزيانين ياسر صبابط محلاهم وحاجه بخاتيك مثلا في البلوسيه هذيا ياسر محلات كوا كوا نوار فريمون يعطيكم الصحه ونفرح انه الشوا هذا والكاليتي ولي كولور والديزاين يكونوا توانسه. اي توانسه هذه حاجه اللي تفرح. ورانا باش نلمدوا الكوليكسيون هذه الواحد يتعب عليها ونبداو ماي اراء العباد ماي تختلف وكل واحد شنو الذوق نتاعو احنا نحاولوا نحطوا شوا فاريي مخلط للاذواق الكل للاعمار الكل للفئات الكل اللي يحب مرحبا بكم. كيف للصغرونات ما ننساوش الصغرونات راهو العيد على الابواب ادخلوا وتفرجوا عندنا شوا ما شاء الله في الصغرونات هذا شويه من اللي عندنا نرجع ونقول شويه من اللي عندنا. يعطيكم الصحه وربي يعينكم ان شاء الله. تدخلوا على باج بيان سور الحياه شوز في الفيسبوك وتلقاو لي فيديو الموجودين حتى نتاع البوتيك وديما نشوفها تطلع لايف زادها مدام فاطمه. باش علاش انا نحل لايف راني نحل لايف بالعاني باش العباد ما تقولش هديه فوتوله راهي مش ريال. نحلك لايف باش العباد تشوف راني حتى في اللايف كي تدخلوا وتشوفوا نقرب الديتاي نتاع الحاجه نقول اوكي راهي هكايا نحل الساك نوريه من داخل الصباط نوري كيفاش الكاليتي نتاع الماتير نتاعو والخياط نتاعو من داخل بالعاني باش العباد تكتسب فينا ثقه وتزيد معناتها تقول انك باش نعدي كوموند نعرف حاجتي شنو هي كيفاش باش تجي. وكيف فاطمه ادخلوا وشوفوا نقول العباد اللي تبدا خايفه وتقول زعما نعدي زعما انا مش مستانسه نعدي من نقول لها ادخل وشوف لي زافي نتاع العباد ادخل شوف اقرا لي كومونتير شوف العباد معناتها اش قصه تقول علينا روتور الحمد لله العباد كل ديك فرحانه هما اللي شجعونا باش احنا نزيدوا كيما هكا وان شاء الله من حسن لي احسن ان شاء الله. يعطيكم الصحه ان شاء الله. نبيدي نلبسها من عند الحياه تشوز اللي تلقاو البوينت فونت نتاعها موجوده في صفاقس والباج فيسبوك والانستغرام الحياه تشوز وتشوز الحياه اللي تلقاوها بيان سور في الانستغرام تشوفوا لي فيديو اخلطوا على لايف نتاع مدام فاطمه جبنياني وتشوفوا الكاليتي ونفرحوا كي نلقاو حاجه هكا مزيانه تونسيه. نخرجوا فاصل ومن بعد نرجع. علاش ليه؟ نعرفوك مرا حاثقة وقديرة تعلمنا منك سر العجنة بالليد وخلطة السميد وحرفتها وفتلتها بالكعبة بالكعبة لنتشيح عجنتها اللي شفناه تبعناه باش عملنا قبلنا حلالم أصلية كيما حلالم كل مرا مجدية حلالم وردة البنة الزمنية وردة سرنا المحبة. سير مؤسسة تونسية مختصة في بيع مستلزمات المطاعم والنزل تسعى باش توفر لكم كل احتياجاتكم من تجهيزات ومعدات للمخابز والمطابخ بأسوان معقولة وفي المتناول.
تحط على ذمتكم فريق مختص باش يعاونكم ويتقاسم معاكم خبراته كيما قرات حساب لي بروفيسيونيل في كل ما يسهل عليكم الخدمه. زيدا سير وفرت لكم كل ما تستحقوه باش تسهل عليكم الخدمة في دياركم. باش تتعرفوا على جودة خدماتنا زوروا الشوروم متاعنا في المنزه واحد وإلا الحمامات. وإلا تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك سير أو عبر الهاتف 72-317-616 72-317-616. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا، وتن البدر حذرناه سلا سلا، محذر بطريقة تقليدية مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ سيكا ميا العمارة وبسرها تزهينا، اللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. وانتو ما اخترتوا سيكامبولي طماطم مقشرة حاضر باش مقصوصة ولا كعب مدشة بالثوم. برودوي دلاني 2023. على نوفيل جام سيرجيلي مليحة، العشاء الفطور ولا التحريشة يحضروا في رمشة عين، باني ولا كريي صنف وتفل. لا جام سيرجيلي مليحة متوفرة في المساحات الكبرى وفي كامل نقاط بيع مليحة. سونيا كيما برشا نساء نهارها ياسر شغجة، أما في التصنيف عندها شكون تعمل عليه، معاه كل شي يحضر ليه ليه. هذا شاف بالفم والملا ملالي، عنده في كل شكارة ذبارة بالأمارة. كل ما يجيو هذيفان للدار يلقاو سفرة بالوهرة والكار. سمارت شيف سنين معاملين عليه. نادى ربه نداء خفيا، حسن الى احسن بالنسبه لبيرتا. عهد وفات كانوا باب الجنه تحل قدامي، ذكرت هكا راجلي وصغاري واهلي واحبابي واصدقائي وكلهم كانوا مكا دايرين بيه. بسم الله والله اكبر، نور نور المكان كامل نور. هو باب العرس صدقني معناتها شيء قشعر للبدن، بدا نغزو وفعلا صحيح.
يقول يا رب إن شاء الله في العودة. تتلاشى الحيرة في غسيل الملابس. الآن غسالة LG جديدة فيفاتشي تتميز بذكاء عالي جداً بتقنية AIDD في اختيارها لك نمط الغسيل الأنسب، عناية فائقة الجودة وإزالة من مسببات الحساسية بنسبة لا تضاهي، حيث تستطيع التمييز بين 20,000 نوع من القماش، ويصبح لديك أفضل غسيل للملابس بالنظام الأنسب وتقنية عالية. LG Life is good.